طبيعي لما تختار شهادة تحط فيها فلوس هتدور على أعلى مكسب، علشان كده في سباق بين البنوك المصرية لتقديم أعلى عائد على شهادات الادخار وكمان حسابات التوفير. ورغم إن الاختيارات الكتير ميزة، بس برضو ممكن تخلي الناس تحتار، علشان كده خليك معايا في الفيديو ده وأنا هعرفك تفاصيل الشهادات الجديدة في كل بنك. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو الآخر عشان تعرف كل التفاصيل. هنبدأ بالبنك الأهلي وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلد، وخصوصا إنهم أول بنوك قصت الشريط من خلال طرح شهادتين. الأولى موجودة في البنك الأهلي ودي باسم الشهادة البلاتينية الثلاثية، وفي بنك مصر باسم القمة، مدتها 3 سنين بفايدة ثابتة 19% سنويا والعائد بيكون شهري. الشهادة الثانية موجودة في البنك الأهلي ودي باسم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتنوع، وفي بنك مصر باسم ابن مصر 2. المهم إن مدتها 3 سنين والعائد عليها شهري برضو، بس الفايدة عليها متناقصة بواقع 22% للسنة الأولى، 18% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة والأخيرة. الميزة بقى في الشهادتين دول إنك تقدر تشتريهم بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها، بس علشان تبقى عارف الشهادة الأولى هتديك مكسب إجمالي 57000 جنيه والتانية مكسبها 56000 جنيه. تعالوا بقى للشهادة بتاعت بنك ناصر الاجتماعي اللي بيقدم شهادة ثلاثية تراكمية بسعر فايدة 22% وحد أدنى للشراء 1000 جنيه بس بشرط صرف العائد في نهاية المدة. كمان بنك القاهرة نزل شهادتين، الأولى هي بريمو جولد بفايدة 22% للسنة الأولى، 18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وعلى مدار الثلاث سنين العائد هينزل كل شهر في حسابك. أما الشهادة الثانية فهي شهادة بريمو بسعر فايدة ثابتة 19% يصرف العائد شهرياً، يعني زي شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بالضبط، بس الفرق إن الحد الأدنى لشراء شهادة بنك القاهرة 10000 جنيه. في نفس الوقت بنك سي آي بي أعلن عن 3 شهادات ادخار جديدة بعائد شهري 18% للشهادة برايم وبحد أدنى للشراء 10000 جنيه ومضاعفات ل 1000 جنيه، و 19% للشهادة بلس وبحد أدنى للشراء 200000 جنيه ومضاعفات ل 1000 جنيه، و 20% للشهادة بريميوم وبحد أدنى للشراء 1000000 جنيه ومضاعفات ل 1000 جنيه. عندك كمان شهادة الأوائل من بنك قطر الوطني الأهلي كيو إن بي لمدة 3 سنين وفايدة 19.4% لو العائد سنوي، أو 19.1% لو العائد ربع سنوي، وأخيراً 19% لو العائد شهري. بس خلي بالك الحد الأدنى لشراء الشهادة 500000 جنيه. وفي برضه شهادة الخير من البنك الزراعي المصري لمدة 3 سنين بسعر فايدة 19% ده لو العائد شهري، 19.5% لو العائد نصف سنوي. ده غير كمان شهادة بنك تنمية الصادرات الثلاثية بحد أدنى للشراء 10000 جنيه، فايدة 18% للعائد الشهري وفايدة 18.5% للعائد ربع سنوي، وبفايدة 18.75% للعائد نصف سنوي، وأخيراً فايدة 19% للعائد السنوي. لو بتدور بقى على حل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يبقى عندك اختيارين، الأول الشهادة الماسية بلس من بنك البركة، والتانية شهادة النخبة من المصرف المتحد، والشهادتين بسعر فايدة 19% متغير وصرف العائد بيكون شهرياً، حد أدنى للشراء 1000 جنيه. طيب لو أنت مش عاوز شهادة خالص وخايف تربط فلوسك لمدة طويلة تحتاجها في أي وقت هتعمل إيه؟ عليك وعلى حسابات التوفير. في الحالة دي بنك كيو إن بي بيقدم عدد من حسابات التوفير المختلفة زي حساب توفير وحساب توفير بلس وحساب سوبر توفير وحساب توفير القصر بعائد بيوصل ل 14.5% سنويا. الحد الأدنى لفتح حساب توفير وحساب توفير القصر بيبدأ من 5000 جنيه، والحد الأدنى لفتح حساب توفير بلس بيبدأ من 1000 جنيه، والحد الأدنى لفتح حساب يوماتي بلس بيبدأ من 50000 جنيه. وفي برضه حساب توفير بلس في بنك الاستثمار العربي، والحد الأدنى لفتح الحساب بيبدأ من 5000 جنيه بسعر فايدة 14%. في النهاية بقى قولي شايف ايه احسن اختيار ليك.